السلام عليكم، انا من محافظة البصرة محمد مسلم. هوايتي التصوير الفلكي، اعمل بالتنسيق مع الرعاية العلمية العامة والمنسقية الاتحاد الفلكي الدولي في العراق ونادي هواة الفلك في العراق على في مجال التوعية الفلكية في المجتمع، وهذا عمل طوعي مني وبجهود شخصية قدر الإمكان. وكذلك قامت النشاطات هي متنوعة ومتعددة، منها مسابقات ومنها محاضرات ومنها نشاطات عملية. طبعا نشاطاتنا كثيرة مع الرعاية العلمية وغيرها والمنسقية ونادي هواة الفلك متنوعة في أماكن مختلفة مثل شارع الفرادي الثقافي. هنا عندنا نشاطات رصد الفلكي وفن الفضاء والواقع الافتراضي للأطفال، هذه جزء من نشاطاتنا. كذلك عندنا زيارات المدارس إذا أي مدرسة تدعونا، كذلك عندنا المخيمات الفلكية مع نادي هواة الفلك وتعليم الأطفال. أطفال كانوا كنت حابة أعملهم هذا المجال، لأن هذا المجال يعني مفقود عندنا بالمجتمع ما إلى أي رعاية يعني هالبداية. والحمد لله استمريت، أول ما أجيت شارع الفراهيدي هنا الناس حبت هاي الفكرة وظليت مستمر أنا إلى أن شكلت فريق هواة الفلك في محافظة البصرة، سجلت في مديرية الشباب والرياضة في محافظة البصرة. نشاطاتنا متنوعة طبعاً ومختلفة، منها محاضرات أونلاين، هذه لكافة أي شخص يبي يستفاد من عندها وبها مشاهدات مشاركة من الرعاية العلمية. وكذلك الرصد العملي، هذه هم أحد نشاطاتنا، وتدريب على استعمال التلسكوب وفن الفضاء، هذه فكرة الرسم العلمي. وكذلك نشاطاتنا هي المخيمات الفلكية مع نادي هواة الفلك، فهذه يعني كل شهر تقريبا، وهي رحلات علمية هي من عندها المناطق الأثرية، هناك مرشد آثاري تابعنا وكذلك نستفاد من الآثار مالتنا نتعرف عليها. كذلك بالتصوير الفلكي جدا تطلع جميلة لكي نظهر حضارتنا بأبهى صورة. اليوم مثل ما لدينا شارع ثقافي في البصرة وبيت ثقافي ومكتبة علمية عامة ومتحف للآثار، كذلك بحاجة إلى نادي علمي، وأسعى جاد إلى تأسيس هذا النادي طبعا ليكون، وهو مشروع ليس تجاري وإنما مشروع ثقافي تنموي للمجتمع. وهذا نأمل أن نحظى بالتفاتة من الحكومة المحلية والمركزية، بما أنه البصرة تشهد ثورة عمرانية كبيرة، فمن الأبدى والأفضل أنه نلتفت إلى بناء الشباب والمجتمع وليس البنى التحتية فقط. وكذلك هو ليس بالبعيد والشيء الصعب، إنما لو نظرنا إلى الدول المجاورة مثل فلسطين وسوريا والأردن فهذا موجود. النادي العلمي هو شيء ليس بالصعب، هو عبارة عن قبة فلكية ومكتبة فلكية وكذلك مرصد فلكي، وفيه نشاطات متعددة لفائدة ويكون يعني وجهة لجميع الطلاب والزيارات العلمية ولجميع الوافدين كذلك على محافظة البصرة.